الطاقة العامة إلك يا برج السرطان، أشوف إنه البعض من عندكم حاليا هو موجود بعلاقة ثلاثية، أو إذا كنت أنت حاليا مو موجود بعلاقة ثلاثية، أشوف إنه أهم الأحداث إلك خلال هذا الشهر راح تكون إنه أنت ممكن راح تنطلب منك علاقة ثلاثية، أو راح تدخل علاقة ثلاثية بدون ما أنت تعرف. فأشوف إنه البعض من عندكم يا برج السرطان محتار بين قرارين، صار لكم فترة تردون تتخذون قرار، وهذا القرار ما قادرين تتخذوه، خاصة إذا كان ممكن ارتباط أو اعتذار من شخص من برج ترابي موجود بحياتكم بالفترة الحالية، ممكن يكون عارض عليكم عرض هذا الشخص، وهذا الشيء مخليكم محتارين انه انتو تقبلون هذا العرض او ترفضونه بالفترة الحالية. البعض من عندكم اشوف ممكن انه هو بالفترة السابقة كان موجود بعلاقة ثلاثية، او حتى اكتشف ان موضوع خيانة او موضوع علاقة ثلاثية، وهذا الشيء خلاه يترك الحبيب ويقفل. ممكن البعض من عندكم يكون قطع تواصله بهذا الحبيب، وممكن يكون اكو بلوك موجود حاليا، خاصة اذا كان الحبيب من برج ترابي. هاي الطاقة العامة لك حاليا، اشوف انه انت ممكن تكون شنت بعلاقة ثلاثية اكتشفتها بعد فترة، او انه انت ممكن تكون دخلت هاي العلاقة الثلاثية وانت عارف بها. هسه الاسبوع الاول يا برج السرطان، اشوف انه انت تحاول خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر أنه تنهي علاقة بدون مشاكل، تحافظ على هدوءك على استقرارك. أشوف أنه أنت قاعد تحاول تنهي علاقة ويا شخص، هذا الشخص ممكن تكون اكتشفت عنه تلاعب معين، هذا الشخص ممكن يكون منافق، عنده نوع من المكر، الحيلة، الخداع. فأشوف أنه تركيزك بالأسبوع الأول راح يكون أنه أنت تنهي علاقة ويا شخص، خاصة إذا كنت تتعامل ويا شخص أيضا من برج الحمل. أوراقه ظاهرة عندي بوضوح، أشوف أنه أنت بدأت تحاول تنهي هاي العلاقة بأقل من الخسائر مثل ما يقولوا يعني. فأشوفك أنه أنت بدأت تحاول تنهي هاي العلاقة بدون مشاكل، تحاول تحافظ على هدوءك على استقرارك. أو حتى البعض من عندكم أشوف أنه هو أكو شخص منافق، أو أكو شخص ينقل كلام منك إلك، شخص يتلصص عليك بالفترة الحالية احذر من عنده، شخص مراقبك ممكن يكون بالسر وده يحاول انه يلزم عليك لزمة، احذر من هذا الشخص الخبيث الموجود. اشوف انه البعض منكم راح يكون تركيزه اكثر انه يحافظ على اسراره، على هدوءه، على بيته مثل ما نقول، خاصة المتزوجين، لانه طاقة المتزوجين ظاهرة هنا عندي بوضوح. اشوف اكو شخص دا يحاول انه يدخل بيناتكم ويسبب لكم نوع من المشاكل، او ينقل اخبار، او حتى البعض من عندكم احذروا، ممكن يكون هذا الشخص دا يحاول انه يسرق من عندكم شيء من المنزل. ممكن يكون اكو شخص مقرب من عندكم انتم مأمنين بيه، هذا الشخص دائما يدخل بيتكم ويطلع وعندكم ثقة بيه عالية، احذروا هذا الشهر من هذا الشخص اللي يتردد هواية على منزلكم وكلامه حلو، عنده نوع من المكر والحيلة تحسوه. هذا الشخص اشوف ممكن فايت اما ينقل عنكم اخبار، يتلصص عليكم، او ممكن حتى يكون يحاول يسرق من عندكم شيء من المنزل. فحافظوا على حاجاتكم هاي الفترة، حاولوا تحافظون على هدوءكم على أسراركم، حتى تجنبوا المشاكل، لأنه أشوف هذا الشخص ممكن ده يحاول أنه يسوي مشكلة بينك وبين شخص ثاني، فاحذروا من عنده. على الصعيد العملي أشوف أنه أكو شخص عنده نوع من المكر والحيلة، قلت لكم شخص متلاعب، هذا الشخص راح يجي يحاول أنه يعرض عليك موضوع شغل أو شراكة، بس أشوف هذا الشخص عنده نوع من النصب الكذب، ممكن راح يجي يطلب من عندكم مبلغ، يقول لك انه انطيني مبلغ من المال واني اخليك وياي تدخل شريك بمشروع، اشوف هيك شيء، او انه احنا نبلش شغل اني وياك سوا، انت عليك مثلا النص واني علي النص. بس اشوف انه هذا الشخص من بعد ما راح ياخذ منك هذا المبلغ من المال راح يهرب، ما راح تقدر تلقاه مرة ثانية تلزمه، وراح يسبب لكم أزمة ايا كان هذا الشخص، سواء كان على صعيد عاطفي، على الصعيد العملي، على الصعيد الاسري. اشوف انه هذا الشخص طاقته هوائية، عنده طاقة تلاعب، طاقة مكر،
ونفس الوقت اشوف عنده نوايا سيئة تجاهكم، حاولوا تحذرون من عند البعض. من عندكم انتوا عندكم شك اساسا بهذا الشخص، اشوف انه انتوا تحسوه هو مو واضح وياكم بالكلام بالتصرفات. ممكن يكون من النوع اللي مو صريح، حتى اذا تسألوه سؤال انتوا تعرفون جوابه تشوفون انه هو راح يحاول يلف ويدور يتلاعب وما راح يكون واضح وياكم، ولا راح يعني يحكي الصراحة اللي انتم منتظريها من عنده. احذروا هذا الشخص بالاسبوع الاول، اشوفه راح يدخل بحياتكم فجأة اول 7 ايام موجود هذا الشخص يكون، وممكن تكونون انتم تعرفوا هذا الشخص اساسا لكن ما متوقعين من عنده. فاحذروا الناس اللي تتردد عليكم هواية خلال هاي الفترة يا اصحاب برج السرطان، خاصة الناس اللي متزوجين والناس اللي يدخلون بعائلتكم. اما بالنسبة للوضع العاطفي، اشوف انه وضعك العاطفي انت اكو شخص صار لك فترة دا تحاول انه تنهي علاقتك بيه وتطلع من حياتك، ولكن هذا الشخص ممكن يكون مصمم او مصر انه هو يرجع. انت كاشف عنه تلاعب، كاشف عنه كذب ووعود، عندك نوع من الاحباط من عنده، هواية وعود منطقي، لكن هذا الشخص ما وافي باي وعد وياك ويحب اللف والدوران. اشوف انه انت دا تحاول تنهي علاقتك بيه خلال الاسبوع الاول، ولكن هو من النوع اللي كلش عنيد، ممكن يكون تتعاملون ويا برج الحمل او برج الثور. برج الحوت ايضا موجود، وطاقة هوائية يعني ابراج ميزان دلو او جوزاء. اشوف انه هذا الشخص اللي طاقته هوائية مو واضح وياك، وحاليا قاعد يراقبك على مواقع التواصل الاجتماعي منتظر عليك زلة. فحاول انه هذا الشخص اللي علاقتك منتهية بيه وهو موجود حاليا قاعد يراقبك، رغم انه انت اشوف البعض منكم قاطع علاقته بهذا الشخص هنا، ولكن هذا الشخص هو اللي دا يحاول انه يرجع مرة ثانية ويقدم لك اعذار، واعذارك كلها مو صريحة ومو واضحة وحتى مو حقيقية. ولكن هو هذا الشخص بصورة عامة اشوفه من النوع اللي عنيد وأناني هواية ويحب يتملك، يعني هو عنده حب تملك، هو يحس انه انت حاجة له، حاجة تخصه، وما شايفك كعواطف ومشاعر. لا، هو بالعكس، هو ده يحس انه انت شيء له ما يصير تروح لغيره. فأشوفه قاعد يتلصص عليك بالتواصل الاجتماعي، البلوك اللي انت خالي هيا، اشوف انه هو ممكن يكون داخل من حساب ثاني بالفترة الحالية وقاعد يحاول انه يتلصص عليك ويشوف اخبارك. فهذا الشخص اشوف انه انتو بالسابق هواية متعبكم وهواية مسبب لكم مشاكل، حتى هذا الشخص من النوع اللي غضوب وعنده نوع من الغل الحقد اتجاهك، اكو صاير بينك وبينه تجريح كلام باخر مكالمة او اخر فترة ممكن بعلاقتكم، صاير بينكم هواية مشاكل وهواية تجريح بالكلام. فهو عنده نوع من انه شايل بقلبه عليك غل عنده من عندك او غضب، فده يحاول يفرغه باي شيء. ونفس الوقت اشوف انه هو قاعد يراقبك بسر. بالاسبوع الثاني راح تكتشف وجود هذا الشخص عندك اذا كنت ما مكتشفه هسه. فاشوف انه من يخلص الاسبوع الاول او ممكن حتى بالاسبوع الاول، لان الطاقة هي تشمل النصف الاول كامل، فاشوف انه انت راح تكشف انه هذا الشخص موجود عندك من حساب ثاني وانت حاضرة من حساب وهو موجود وقاعد يحاول يتلصص. اشوف راح تخلي نهاية لهذا الوضع، ولكن راح ترجع لك شوية، نقول يعني تمر بفترة حالتك النفسية راح تتعب هواية، راح تحس انه هذا الشخص مقيدك، اكو تقييد من هذا الشخص اشوفه اتجاهك. ما اعرف ليش دا احس انه انت تتعامل ويا شخص نرجسي. فاشوف هذا الشخص مقيدك هواية، ده يحاول انه يسيطر عليك بكل الاحوال. هذا الشخص اللي تتعاملون وياه، البعض منكم ممكن يكون بعلاقة ثلاثية، ممكن يكون متزوج، او ممكن يكون يعني حاليا هو بمرحلة الزواج، واصل مرحلة الزواج. هاي بالنسبة دا احكي عاطفيا للعزاب، يعني اللي منفصلين قريبا مو المطلقين. فاشوف انه هذا الشخص كان مقيدك هواية بعلاقتك وياه، سبب لك هواية الام، هواية جروح، وانت بلشت تتعافى من عندها او دا تحاول تتعافى منها، ولكن هو كل ما يشوفك بلشت تتعافى يرجع يدخل بحياتك ويطلب من عندك بداية جديدة ويطلب منك رجوع رغم الألم اللي هو مسببه لك. اشوف هذا الشخص طاقته مو ناضجة، ممكن يكون مراهق، يعني عنده طاقة المراهق، ما عنده نضج عاطفي. اشوف انه اكو رسالة راح توصل لك بالاسبوع
الثاني الرسالة راح يكون بيها نوع من الوضوح، من بعد فترة من الغموض التشويش اللي انت مريت بيها اكو وضوح راح يصير. البعض من عندكم اشوف منتظر خبر او منتظر تواصل من شخص صار لفترة طويلة التواصل هذا متعلق، هذا التواصل راح يجيك ان شاء الله خلال الاسبوع الثاني، خاصة للناس اللي كانوا منفصلين بعمل وانفصلوا عنه ومنتظرين رجوع الى العمل، او ممكن يعني شخص واعدهم انه هو راح يجيب لهم عمل او حتى يجيب لهم عمل جديد او يرجعهم للعمل نفسه. هنا اشوف البعض منكم ممكن يكون تارك عمله ظلم ومنتظر شخص انه يرجع للعمل او يشوف له واسطة. اشوف انه راح يجيك تواصل من هذا الشخص اللي انت مخليه طرف ثالث بخصوص موضوع العمل من بعد فترة طويلة انت كنت منتظر بيها خبر، منتظر بيها شغل جديد او حتى منتظر رجعة لهذا العمل نفسه. التواصل اللي راح يجيك اشوفه راح يكون بيه فرحة لك، بيه لمة عائلية تصير، ممكن يعني حفلة تكون بينك وبين العائلة بالاسبوع الثاني، او حتى ممكن يعني خبر حلو راح يجمع العائلة كلها ويفرحها ان شاء الله. بس بالنسبة لموضوع العاطفة، برج السرطان شوية اشوف امورك تقريبا متعبة خلال هاي الأسبوعين، لأنه أنت مار بخداع، أشوفك عندك خداع صاير بالسابق وهذا الشيء مأثر عليك لحد الآن بعدك، فدا تحس نفسك ضحية، أنت مخلي نفسك حاليا بدور الضحية. يعني هو برج السرطان أنا دائما متشنت أقرأ توقعات الأبراج بالبث على الفيسبوك أسميه دراما كوين، فأنت راح شوية تعيش الدراما كوين خلال هاي الفترة، يعني تعيش دور الضحية المظلوم اللي ما عنده حاضر، الناس كلها جاية عليه، فحاول تتحرر من هاي الأفكار السلبية، لأنه أشوف أمورك خلال هاي الأسبوعين يعني تبلش من الأسبوع الثالث الأمور راح تبلش تتحسن شوية شوية، عندك أمور حلوة هواية راح تصير، فلا تخلي هذا الشيء السلبي أو حتى هذا الشخص اللي راح يرجع يدخل بحياتك حتى يزعزع لك الاستقرار أو حتى يحاول يشوش عقلك من جديد يسلبك راحتك. لا تنطي هاي الفرصة، بالعكس كون قوي واترك هذا الشخص، لا ترجع للحالة السلبية اللي انت موجود بيها، حتى الماضي الذكريات السيئة اللي عندك حاول انه تتخطاها وتنساها. هسه بالنسبة للمتزوجين اشوف البعض من عندكم، اما انت البعض منكم داخل بعلاقة ويا شخص متزوج بعلاقة ثلاثية، ممكن تكون انت تعرف بالعلاقة الثلاثية وممكن لا، لانه القراءة عامة فما راح اقدر انطيكم اياها يعني مضبوطة، لان اكو بعض الناس تعرف واكو بعض الناس لا. اذا كنت انت بعلاقة ثلاثية اشوف انه انت راح تاخذ قرار من بعد تفكير طويل انه انت تطلع من هاي العلاقة الثلاثية ويا هذا الشخص اللي نوعا ما اشوفه عنده هواية تأخيرات، هواية صار له معلق، يعني انت باقي وياه أمورك كلها معلقة، ما تعرف شنو نهاية العلاقة اللي بيناتكم، ما تعرف شنو راح تصير، شنو راح يجي بالمستقبل. هذا الشخص أشوفه هواية عنده مماطلة، هواية تسويف، ومن النوع اللي عنده حتى أكو كلامه مو واضح وياك، عنده تلاعب بالكلام دائما، من توصل الموضوع إلى موضوع العلاقة الثلاثية وشلون راح تلقوا لها حل، خاصة إذا كان متزوج. هنا أنا أكد أشوف أنه هو يحاول بس يماطل ويبدل الحديث، يعني يلف ويدور يدوخك حتى ما توصل وياه القرار او النتيجة، ولكن اشوف انه انت راح تتخذ قرار انه تطلع من هاي العلاقة الثلاثية اللي موجودة، وراح تخير هذا الشخص بينك وبين الطرف الثالث اللي موجود، وهو راح يختار استقراره. اذا كنتي انت مثلا الزوجة وزوجك عنده علاقة وانت تعرفين بيها وخيرتيه، فاشوف انه زوجك راح يترك العلاقة الثلاثية اللي هي موجودة، يطلع من عندها وراح يرجع ويحاول يحافظ على استقراره ويحافظ على بيته خلال هاي الفترة، وراح يصير بينكم اعتذار ومصالحة بالفترة الجاية. أما بالنسبة للناس